أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: يقول بعض الناس عندما يبلى بمعصية يقول قد بلاني الشيطان بها، فالشيطان يبتلي بالشر والله يبتلي بالخير، فهل هذا القول صحيح؟ قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة فضل من الله أعطاك الله إياه، والسيئة من نفسك، أنت الذي فعلتها وأنت الذي تسببت فيها، لا تسندها للشيطان، تسند أفعالك للشيطان. استغفر ربك وتوب إلى الله واعترف بذنبك. الشيطان يضحك ويفرح إذا قلت كذا، لكن إذا استغفرت فالشيطان يغتاظ وينقسم ظهره بالاستغفار. أما لو قلت هذا من الشيطان، الشيطان يفرح بهذا، لكن إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه، الشيطان ينخذل ويبلس ويحصل له من الذلة ما لا يعلمه إلا الله. ما قسم المؤمنون ظهر الشيطان إلا بالاستغفار، يقول أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فعليكم بالاستغفار، لا تقول هذا من الشيطان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.